كيف نشأ التشيع؟ طيب بدأ التشيع، أنا مش عايز أقول بقى الشيعة، التشيع اللي هو عن طريق المحب أو الموالي أو النصير، يعني تمام أنا هتكلم عن التشيع السبعي بقى. تمام تفضل. إزاي نشأ الترفض؟ يعني من عهد سيدنا علي بن أبي طالب ظهر شخصية اسمها شخصية عبد الله بن سبأ، تمام وكان بيلقب بابن السوداء. عبد الله بن سبأ كان يهوديا وأبطن اليهودية وأعلن الإسلام ظاهرا، لكنه ما أمنش، يعني ما أسلمش، كان نافق في الإسلام. تمام وبالمناسبة ما حدش يعترض على كلام من عوام الشيعة المساكين، يعني هذه الشخصية مذكورة في كتبهم، في اللي عايز يراجع ورايا في كتاب الفرق والمقالات لسعد الدين القمي، في كتاب فرق الشيعة للنوبختي، كل كتب الشيعة القدامى ذكرت شخصية عبد الله بن سبأ. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن هم بيحاولوا اليومين دول يقولوا لا، ده شخصية عبد الله بن سبأ أنت اللي بتتكلم عنها شخصية خيالية مش موجودة في الحقيقة. تمام وكل كتب الشيعة القدامى أثبتت شخصية عبد الله بن سبأ، وأثبتت الكلام اللي أنا بقوله، إن هو ناصر علي بن أبي طالب وادعى فيه الألوهية. فأول من قال بألوهية علي بن أبي طالب هو عبد الله بن عبد الله سبأ. ذهب لعلي بن أبي طالب هو وجماعة من أنصاره، أولا بدأوا يغالوا فيه أنه الأقرب وأنه الأولى وأنه أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان وأنه وأنه. ثم ذهبوا إليه بعد فترة وجمع أنصاره وراحوا لعلي بن أبي طالب وقال له أنت أنت. وقفوا أمام علي وقالوا أنت أنت، فعلي بن أبي طالب يقول من أنا؟ قالوا أنت الله. لا إله إلا الله. لا بقى مشكلة، لا إله كارثة. إلا الله. وليس علي بن أبي طالب الذي يسكت عن حق. عن حق. فأمر علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه بإحراقه، ما شاء الله عنه. حتى أن هو أنشد بيتا في هذا الأمر معروف، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة اللي هو خادم علي بن أبي طالب، كان ليه خادم اسمه قنبرة، قال أججت ناري ودعوت قنبرة. عمل الأخاديد وبدأ يلم أتباع عبد الله بن سبأ ويحرقهم، حتى رجعوا حبر الأم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال لو أنني مكانك ما كنت فعلت بهم، وكنت نفذت فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونفذت أو نفيتهم خارج البلاد، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. حتى علي بن أبي طالب ندم وقال ويلتى يا ويحال ما له متتبع للهنات، يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. فالشاهد أن علي بن أبي طالب نفسه يعني مش هيتغر في نفسه، مش عليه اللي يعمل كده، أنت الله خلاص بقى أنا تعبدوني يعني، لا. فمباشرة أحرقهم. وبالمناسبة أول من نادى بإمامة علي وبعصمته إن هو لا يخطأ أبدا، إن الأئمة عندهم عقيدة إن الأئمة لا تخطئ أبدا ولا تنسى ولا تسهو منذ الولادة إلى الممات، يعني من أول ما يتولد الإمام وهو طفل لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو. يعني أنا عايز أعرف بس سؤال، هو إيه الفرق بين عقيدة الشيعة في السهو وعقيدتهم في الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى لا يسهى صح؟ أكيد. ولا ينسى ولا ينسى ولا ينام ولا يسهو. طيب وجعلوا هؤلاء البشر برضو لا ينسى ولا يسهو ولا يخطئ، طب لهم حق العبودية طبعا، في فجعلوهم الفرق بينهم. آلهة على الأرض، جعلوهم آلهة مباشرة تعبد على الأرض. فبالتالي دي كانت نشأة التشيع. فلما علي بن أبي طالب نفاهم إلى خارج البلاد وجم إلى مصر، وكان ده نشأ من بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه تعالى، وكونوا لهم أنصار في الأمصار كلها في اليمن وفي مصر وكده، وذهبوا إلى علي وحصل اللي حصل وانتشروا في بقية الأمصار لما نفاهم وما بقاش يحرق البقية منهم، نفاهم إلى بقية البلدان ونشأوا النشأة دي، نشأة التشيع. نعم.